بداية القرن الحادي والعشرين تعاظمت أهمية المعرفة وأصبح لها دور فاعل وكبير في الاقتصاد، حتى أصبحت سمة اقتصاد هذا القرن هو الاقتصاد المبني على المعرفة. ومن هذا المنطلق أطلقت جامعة عين شمس مؤتمرها الدولي الحادي عشر تحت عنوان اقتصاد المعرفة لحياة أفضل. مؤتمر على مدار يومين في 16 جلسة في أكثر من 200 ورقة بحثية متباينة في الأبحاث البينية بتقدم غير التخصصات الفردية. بيشاركنا جامعة أكسفورد متمثلة في جنر إنستيتيوت أو معهد جنر للأمصال وللأبحاث الطبية الأساسية، 12 خبير كل تقريبا الكبار اللي في مركز جم موجودين، بما فيهم رئيس المركز موجودين معنا على مدار اليومين، وهعملوا 4 جلسات غير طبعا انهم بدأنا العمل معهم في البحث المشترك بكلية الطب جامعة عين شمس وكلية الصيدلة جامعة عين شمس، الإخوة من جامعة الإمارات، من المملكة المتحدة، من أمريكا، من فرنسا، في حوالي 8 جنسيات موجودين بجامعات مختلفة. التقاء الناس في حد ذاته العلماء والباحثين والطلاب، انهم مش بس الباحثين، ده بيؤدي إلى يعني مش بس عصف ذهني علمي، إنما في جزء ثقافة، تبادل ثقافات، وهو الاطلاع على أحدث ما وصل إليه العلم من أفكار. ووسط حضور كبير من العلماء والمتخصصين وتدويجا لإنجازاته ودوره، منحت جامعة عين شمس الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتوراه الفخرية. قرر مجلس جامعة عين شمس قرار رقم 2 منح السيد الأستاذ الدكتور محمود صفوت محي الدين الدكتوراه الفخرية من جامعة عين شمس. شكرا وامتنانا لما تقدمه جامعة عين شمس للارتقاء بالعلم وتطبيقاته ونفع عموم الناس. وتحت سقف المؤتمر كان للذكاء الاصطناعي نصيب وافر من الطرح بوصفه أحد أهم أدوات بناء المستقبل. المنظومة دي بتشمل المستشفى الجامعية كلها حوالي 12 جامعة، 80 مستشفى، بتخدم 10 مليون مواطن مصري، والهدف منها هو تقديم الخدمات الطبية بشكل مميكن لجميع المرضى. ده هيوفر في تكاليف تقديم الخدمة، هيحسن نوع تقديم الخدمة، أول نواة للتحول الرقمي في القطاع الصحي في المستشفيات الجامعية. فخورين بأن احنا شركاء مع الجامعة الرائدة جامعة عين شمس في أحد المشاريع، أو هقدر أقول إنها المبادرات للعلاج عن بعد، واللي هو العيادات الافتراضية. ويمكن احنا كان الحمد لله كان في نجاح كبير لهذا الكونسبت اللي كانت جامعة عين شمس رائدة فيه. ويعد المؤتمر فرصة مهمة لمناقشة الرؤى والحلول لكثير من التحديات غير المسبوقة التي نعيشها الآن، كالتغير المناخي والأوبئة ومجابهة الفقر، من خلال اقتصاد المعرفة وإيجاد الحلول الممكنة للارتقاء. أميمة بدري، 8 الصبح.